جميل جدا. تصحى من النوم تلاقي الدنيا لسه ليل والساعة دلوقتي 8 الصبح، وبالاتجاه إلى البرتغال لشبونة. رايح على الطيارة، بس شيء عجيب إنك تصحى من النوم تلاقي الدنيا لسه ليل. والله ما في مثل بلدنا، والله. والمرة بنطلع أنا وصديقي، طلعين هلأ على لشبونة. أعطيك النصيحة قبل السفر، اطلع آخر واحد بالطيارة علشان تقعد في المكان اللي أنت عايزه، تقعد جنب صاحبك، خاصة بالطيران الطويل جنب السواق. يعني الطيران البعيد مفيش، مش انت اللي بتحدد مكانك. يلا طلعوا، يلا احنا اخر ناس، يلا نشوفكم في لشبونة. بدأت الرحلة وتوكلنا على الله، يا رب يوفقنا في رحلة برشلونة، سوري لشبونة. يا الله الشمس، معقولة هشوف الشمس؟ يا الله الجو دافى والشمس. البلد فيها شحاتين كتير. انا يعني البرتغال متوقع يكون اسمه، يعني البرتقال، ان يكون فيها برتقاني كتير، مش عارف هل البرتغال تعني البرتقال ولا حناكل. بس حلو قوي، كله هنيجي عليه. بس البلد ايه، فقيره. ابو فروه السكره تخبطه وتاكل اللي جوه. ولسه واصلين على لشبونة. لكم شوية تاريخ عن لشبونة. اسكندرية، جمال اسكندرية. معلش دايما برجع لاسكندرية، هي بلدي اللي اتولدت فيها، فعشان كده أي حاجة بتفكرني باسكندرية بحبها. الجو حلو وظريف، حرارة بس 16، أحسن من هولندا وشمال أوروبا. وبندور على المجموعة، فينك يا مجموعة؟ حلو الطرطور الكبير ده، طبعا ده بيمثل البيت هندي قديم برازيلي. فين الشمسية؟ أيوة هم دول. تعال، احنا بدينا طلعت لشبونة. هقول لكم شوية معلومات بسيطة. لشبونة هي عاصمة البرتغال. هي في شبه جزيرة اسمها شبه جزيرة أيبيريا، آخر نقطة في أوروبا، تطلع على المحيط الأطلنطي وعلى البحر المتوسط. وتاريخها طويل طويل طويل. اليوم هلأ جولة بلشبونة الحديثة. المخدرات هنا، لو انت شايل المخدرات مسموح فيها، ولكن غير مسموح تبيعها. بيعتقدوا اللي بيشرب مخدرات هو انسان مريض، فبالتالي احنا ما بنعاقبوش حتى لو مدمن، لكن بنعاقب التاجر. فلو انت بتدخل مخدرات في الشارع مفيش مشكله، بس لو حاولت تبيعهم السجن. شيء غريب بين المنع والاباحه. في ايه هنا يا ترى؟ مش عارف. المنطقه هنا اسمها فادو. هاي كانت على فكرة، ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم تعالوا خدوا فندق في منطقة رخيصة، عشان أنا نزلت في فندق ب 15 يورو في الليلة. بس طبعا أنا مش غني ولا حاجة، بسافر كتير، بس فقير يعني، الحمد لله، والفقر مش عيب، المهم تنبسط. فأنا جيت هنا على هاي المنطقة فادو، 15 يورو بس. وأفاجئ إن المكان هنا كان أصلا المنطقة اللي كانت جيتو، أو منطقة مغلقة بس للغجر
مستعارة في لشبونة دي، لغاية الموضوع كان كده لغاية ما جت الست دي محطوطة على الحيطة، مش فاكر اسمها، في واحد حبها من القصر الملكي فأخذها على القصر عنده، وبعدين عرف قصة المكان هنا، وهي السبب في تغيير المكان إن هو بقى نظيف وما فيهوش عصابات. هي ماتت 26 سنة بس للأسف قالت كلمة قطعت قلبي مكتوبة على الحيطة. ماتت بمرض الرئة، قالت أنا عشت، أنا مت ولكن ما عشتش. وهذا بيمثل اللي بيشتغلوا بالمجال هنا. بس مكان جميل جدا، كله جرافيتي على الحيطة، رسومات على الحيطة، كل جرافيتي له قصة. بس منطقة فادو هاي كانت زمان، بس دلوقتي منطقة حلوة يعني، منطقة سياحية ولكن غجرية. طلعنا ثلاث جبال فوق بعض مشان نوصل لهنا. لشبونة أو عدد سكان البرتغال 10 مليون، 2 مليون منهم موجودين في لشبونة، ديانة رسمية الكاثوليكية. الجنوب فيه شوية عرب، وفي منطقة كاملة كلها غجر. الغجر هي الغجر هما مجموعة إثنية وليس دينية ولا ولا دينية ولا طائفية. هي الغجر هو مجموعة إثنية، مثل ما تقول تركمان، مثل ما تقول الأكراد، هدول الغجر لهم تاريخهم ولهم حضارتهم، والشوارع وطريقة تقسيمها شيء خرافي، تحس هيك بالحميمية. جميلة لشبونة، وهنشوفه يعني، هنحكي كتير في الأيام الجاية. بس أنا لسه متأثر مش عايز أجيب لكم اكتئاب وفاة والدتي، عشان كده حاول إني ما فيش حاجة أقدر أعملها. طبعا هي توفت سوريا، الحمد لله على كل شيء، بس بحاول إني أنسى بإني أنا أمارس هوايتي بالاكتشاف والمغامرات. وأهلا بكم في لشبونة عاصمة البرتغال. المدينة اسمها مدينة السبع هضاب، زي ما اسطنبول مدينة السبع هضاب، جرسلام مدينة السبع هضاب. فعشان كده كل ما بنمشي فاحنا دايما بنطلع، زي مثلا عمان مدينة معرفش كم منطقة، بس يمكن سبعة، مش عارف حد يصحح لي، ولكن هنا مدينة السبع هضاب. فانت طول ما احنا ماشيين قاعدين نطلع لفوق 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 اكتر، ونشوف المدينة من فوق من كل هضبة للتانية. سبع هضاب نتيجة ان حصل فيه كتير زلازل، وبيقولوا ان الزلازل كل 250 سنة في زلزال قوي بيجي على البلد. واخر زلزال كان امتى؟ من 250 سنة، يعني ممكن اي وقت يحصل فيه الزلزال. فلو لقيت ايدي ارتعشت وانا هيك وقعت على الارض، ممكن يكون في زلزال، والله اعلم. القراءة عاملين مشروع جميل جدا، الكابينة دي اللي كانت للاتصالات زمان صارت ايه حضرتك، صارت مكتبة ومفتوحة للعامة، اي واحد عايز يقرأ يخش ياخد كتاب ويقرأه. والعجيب والغريب ان محدش بيسرق الكتب. لشبونة بلد آمنة جدا جدا جدا، والدولة رقم 17 في الاقتصاد حول العالم. أعتقد إن محدش ممكن محتاج إن هو يسرق كتاب يعني. أين جنسية متقين في منطقة فادو؟ طبعاً هم سبع هضاب، إن شاء الله نقدر نزور السبع مناطق الكبار. المهم إن إحنا في منطقة فادو. المطعم ده مطعم موزمبيقي، بس الغريب إن هم حاطين زهر الشجرة بردانة، حاطين كروشيه عليها. بيقولوا إن البلد هنا درامية جداً وشعرين جداً، بيحبوا الشجر. بس الستات القديمة، الستات الكبار، علموا الأطفال، وده صار مشروع لتجميل الشجر بالمدينة.
بس انا عجبتني فكره اكشاك التليفونات اللي اتحولت لمكتبه دي. للمكان من سنه 1909 والشارع زي ما هو بعد 100 سنه ما اتغيرش فيه شيء، حتى نفس البلكونات نفس كل حاجه. والحاجه اللي عجباني هو البساطه في المحلات اللي هنا، يعني تحس هيك بالاحساس الحميميه، تحس كانك جاي هنا قبل كده. هو ده اللي بيميز لشبونه، يعني اتمنى كل الناس تيجي لشبونه، يعني ما تحسش بالتكلف زي مثلا فرنسا. جميله. الوقت ده هو الوحيد اللي نجا من الزلزال سنه 1750. الزلزال جه بعد 8.7 ريختر، دمر البلد. وبعدين جاء تسونامي بطول 20 متر، تخيل 20 متر. وبعدين بعد التسونامي جاء حاجة أسوأ منه، الناس بعد التسونامي راحت تصلي في الكنائس وكله بدأ يولع شموع وحصل حريق دمر البلد. فمن ثلاث الكوارث دول، المنطقة اللي أنا ماشي فيها دي عشان هي منطقة عالية هي الوحيدة اللي بقت من المنطقة من الثلاث كوارث الفظيعين دول. منطقة فادو اسمها بورتوريرو، المهم ان هي انا غلط، فادو هو اسم الغنى الغجري اللي كان بيتغنى في المنطقة هنا، انما هي اسمها بورتوريرو. هتطلع لكم تحت الاسماء، انا مش عارف يعني. ونفضل طالعين 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 طالعين، مش عارف هنوصل للسماء قريب. طلعت عنا في موضوع الطلوع ده، ولكن في حاجة ظريفة ان كل تلة من التلال السبعة في اخرتها اسانسير، فانت ممكن تاخد الاسانسير وتنزل التلة اللي بعدها. المشكلة ان هو بيخلص الساعة 8، يعني بعد كده هنروح فين؟ واو لشبونة والبحر، اخيرا شفنا البحر اهو، البحر على شمالنا، البحر المتوسط ده ولا المحيط؟ هلا هنعرف. شكله ولا بحر ولا محيط، شكله نهر. ده طلع نهر اسمه تاكوس، بيصب في البحر المتوسط اللي بعيد عننا 18 كيلو لسه لقدام، وكل ده جوه مدينة لشبونة. وده هو نهر مش بحر. النصب التذكاري اللي هناك الكبير ده اتعمل خلص سنة 57. كان سببه ان قالوا لو احنا ما ربنا حفظنا من الحرب العالمية الثانية هنبني له صرح عظيم ونعبده فيه. وحصل فعلا. البرتغال ما دخلتش الحرب العالمية الثانية، هي من الدول القليلة جدا اللي ما دخلتش الحرب مع الدنمارك وسويسرا، وحفظت لشبونة زي ما هي، ما انقصفتش ولا دخلوا بالحرب غير بيقول لك باعوا سلاح للطرفين. فلما خلص الحرب بنوا النصب اللي هناك ده، اكيد هنزوره في بكره ولا بعده. المهم ان النصب ده قعدوا يبنوا فيه 10 سنين وخلصت فلوسهم عليه ومحدش مات، ومع ذلك خلصوه. ويقول لك ان معجزه ان هم قدروا يخلصوه، فعامل بالظبط زي اللي موجود فين في البرازيل. بس وهي مدينه لشبونه من فوق، رجعوا يبنوا المدينة دي لفترة طويلة. فلما بيرجعوا يبنوها من بعد الزلزال كتير ناس ميتين عندهم، فقرروا ان هم كل البنايات يكون فيها حاجات مفرحة، فيا ما بتلاقي ألوانها حمراء يا ما بتلاقيها فيها الزركشات الغريبة دي، زركشات زرقاء. تمام. وكمان في لشبونة فيها حاجة غريبة جدا، رغم انها مش برد والطقس حلو، لانها فيها نسبة اكبر ناس بتموت بسبب البرد في العالم. يقول لك ليه؟ يقول لك عشان هنا الجو حلو طول السنه، فلو جت عاصفه الناس غير مستعده. جاكيت اللي انا لابسه مثلا جاي من هولندا، فيه ده ما فيش حد عنده في البيت زيه، عشان ما حدش محتاجه، ما حدش بيشتريه، والبيوت غير معده ان هي تستقبل الحر، ما فيش دفايات فيها. فالناس هنا الكبار السن فبيموتوا من البرد، ودي حاجه غريبه جدا، البلد ما فيهاش برد والناس بيموتوا من البرد، تخيل. توني هو اللي حامي المنطقه دي، عشان كده كاتبين لك كل كاستر تارت، تورتة كاستر جميلة جدا جدا، والقديس أنطونيو هيعمل لك معجزة. بيقول لو حد ضايع منه أي حاجة ممكن إن هو يجي يدور عليها هنا ويقول له.
لاقي لي موبايلي، لاقي لي مراتي اللي هربت. طب اللي ضايع روحه يعمل ايه؟ اخ يا رب تلاقي روحي يا رب. معلش كلامي كئيب لان والدتي لسه متوفيه، بس معلش معلش هحاول اني اتكلم حتى حديث عامه عشان حتى انا اطلع من المود، مش عشان انا حابب انبسط وبس، لا حابب اني اطلع من المود. فالواحد من غير ام كأن قلبه مخفوض، كأن ما فيهوش روح. يا رب ارحم امي كما ربتني صغيرة. يا جماعة هذا نهر تاجوس، نهر واسع جدا 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 وميته حلوة، شيء روعة. النهر لشبونة مدينة كبيرة لدرجة النهر من كتر ما هو كبير النعب. واو ايه ده، ايه الجمال ده. اكيد دي بقى المدينة القديمة. انا جيت على فكرة لشبونة بدون اي يعني تفكير مسبق، بس عشان ادلكوا الوضع اللي انا فيه، اني والدتي توفت فترة قريبة جدا، فكان لازم اطلع من الجو اللي انا فيه، خاصة ان انا عايش لوحدي في هولندا ما عنديش حد ازوره. فقررت ان انا اطلع ارخص دولة معمول لها عرض، فما لقيتش غير البرتغال. فانا جاي هنا بدون محضر نفسي ان انا مسافر دولة جديدة، عشان كده معرفش معلومات كتير عن البلد، بس اهو بنتعرف. تخيلوا ان التكلفة كلها كلفتني 90 يورو بالظبط، طيارة وفندق، وأنا نفسيتي تعبانة فقلت أطلع على البلد الجميلة دي لشبونة. 81 يورو بس، يعني لو كنت في دولة عربية 81 يورو كأنك بتقول 8000 ليرة، بس يعني بتقصها بالمبلغ اللي بيكسبه الناس في السنة، مش قد إيه تحويل بين الليرة واليورو طبعا. بس يا سيدي، فعشان كده وجدت نفسي في لشبونة عشان أطلع من الحالة اللي أنا فيها وأشوف عالم وبس. وللأسف مفيش عالم كتير، برضو الشوارع فاضية زي كل أوروبا. عندي صديق هنا قلت أزوره وأتمشى في مدينة لشبونة. بيمثل البطل الإسبوني مارتين موريس، هذا هو. كان في عايزين، كانت البلد متقسمة أكتر من جهة، وبعدين كان في بيحكمه الموريس، هي قالت موريس ولا مسلمين مش فاكر، المهم فحصروها 3 شهور. فجم جنود الصليبيين اللي هم أبطال هنا في أوروبا، وقرروا إن هم يهجموا على فضلوا بحصرنا وما عرفوش يدخلوا. قام مارتين موريس ده شاف فتحة في يوم من الأيام، قام هجم عليها لوحده ودخل وفتح الباب. فهو مارتين موريس اهو طالع من الباب وفتح المكان، فهو بيعتبره مارتين موريس هذا من بطل قومي. القصة دي من حوالي سنة 1147، وبقى مارتين موريس هو البطل القومي بتاع البلد، لازم كل الناس تشبهه. اللي هو هجم لوحده، فتح السيف لوحده ودخل القلعة وغزاها، ومن وقتها بدأت إمبراطورية أو برتغال تصير دولة سنة 1147. قبل كده كانت قطاعيات. ومارتين موريس بطل قومي، حتى في ساحة كبيرة باسمه اسمها مارتين موريس. بس وما زلنا نتفرج على مدينة لشبونة. That one only ended in 1974. And you okay. had lots of people fleeing, especially in the 60s, which was the time that we were in the colonial wars. اوكي. بيقول لك اكتر وقت حصل فيه هجرة، يعني اللي بيزعل على سوريا ويقول نص شعبها بره. البلد هنا تعرضت ل3 فترات كان فيها مسكنها ديكتاتوريين، في الفترة من 1910 وال 1930، وبعدين لحد سنة 1960 حكامها ديكتاتوريين. فبيقول لك عدد سكان حاليا البرتغال هم 11 مليون 10 ل 11 مليون واللي عايشين براها 12 مليون. اتخيل يعني اكتر من عدد سكانها، اكتر من نص سكانها برا البلد، يعني 12 مليون برا البلد.
هاي صديقتي هاي 12 مليون برا البلد. يعني مش سوريا بقى، يعني الموضوع يقولوا والله سوريا دي هي اللي ما حصلتش في التاريخ، لا حصلت وبتحصل، واي دوله بيمسكها عسكر بيحصل فيها نفس الحكي، ديكتاتور ما بيفهمش، او هو مش ما بيفهم، يعني دايما الرئيس بيكون اقتصادي سياسي، انما اول ما يمسكها عسكري فورا بتتحول لحكم ديكتاتوري، لانه ما يفهمش في السياسه ولا في الاقتصاد، فبيخرب البلد وما يقدرش وما يلاقيش طريقه يمسكها بيها غير ان هو يقمع الناس مشان يسمعوا كلامه، ومن هنا تبدا الديكتاتوريه ومحدش يقدر يقول له لا، وتبدا الناس تهرب برا البلد. ونفس اللي حصل في سوريا حصل في البرتغال للاسف، 12 مليون برا البرتغال مقابل 11 مليون عايشين في البلد. هل يا ترى عشان كده البلد فاضيه؟ مش عارف. والمنظر جميل جدا جدا جدا. بس تنتهي اي ثوره، يعني الثوره اللي هنا كانت 1910 وبدايه الديمقراطيه على اساس ديمقراطيه، الشعب كان منفتح للبناء ويتحيه جديده بعيد عن الملكيه، ولكن للاسف كانوا محتاجين حد قوي يمسك البلد، لان كان في تغيرات كتيره، فاختاروا الديكتاتور اللي اسمه ساليزار. ساليزار مسك البلد وضل فيها 30 سنة ديكتاتور، 30 سنة بيفكركم برقم قريب. فمسك البلد 30 سنة، وبسبب ان هو كان في البداية كان في خوف ان البلد تتغير او يمسكها الملكية مرة تانية، الشعب كان بيأيده، وبعدين لما الشعب ابتدى ما يعجبوش اللي بيعمله الديكتاتور من سر او فساد، ابتدى يسور وابتدى القمع، وبدأ ديكتاتور حقيقي، ديكتاتورية ساليزار لشبونة لسبون. تانية اللي هي تشبه البرتغال بالضبط هي البرازيل. فلو انت رحت البرازيل هتلاقي تقريبا شوارعها عاملة زي شوارع البرتغال، لان البرتغال والبرازيل كانت دولة واحدة لغاية سنة 1820، وكانت اكبر المستعمرات البرتغالية زي بالضبط كده انجلترا كانت جوهرات التاج بتاعتها الهند، كانت جوهرة التاج تبعت البرتغال هي البرازيل، ولغاية دلوقتي بيعتبروا البرازيل جزء منه والبرازيل تعتبر البرتغال جزء تاني. فعشان كده تلاقي ناس كتير من البرازيل عايشين في البرتغال، وفي نفس الوقت الناس هنا فسحتهم ان يروحوا على البرازيل. خد وهات، هات وخد. دلوقتي على مكان صديقتي بتقولين هتشربنا مشروب الاول زي كده، مثلا الساكي في اليابان، والمش عارف ال الفودكا في روسيا، مشروب اسمه جينجين، هو ده المشروب الاول في البرتغال. بس انا مش عايز اجيب لها الصدمه ان انا مش هي الست دي بتصنع الجينجين عندها في البيت، بس انا طبعا مش هشرب، الناس اللي معايا هيشربوا وانا هعمل نفسي بشرب عصير تفاح كالعاده. لا لا لا، ما فسدتنيش اوروبا ولا حاجه، ما تخافوش، لسه على الطريقه، ما فسدتش. معلقة هدومها تخلقية على الباب، مش عارف، ده البرتغال دولة قديمة. لا انا عايز ان انا مش في اوروبا، بس كاني اتنقلت امريكا الجنوبية فجأة، بقيت في البرازيل ولا في نيكاراغوا ولا حاجة، ولا الارجنتين.